أهلا وسهلا بكم لنتابع دراسة تمثيل الأداة كجزء من أساسيات البرمجة والإعلاميات. هذا الدرس سيكون أول درس تطبيقي نرى فيه طرق تمثيل الأداة السالبة في النظام الثنائي أو من النظام الثنائي. الطريقة التي سنتعرف عليها في هذا الدرس تسمى بالإنجليزية Signed Magnetic Representation. لو أردت أن أترجمها باللغة العربية فسأترجمها على حسب المعنى والخطوات المتبعة فيها وليس حرفيا، فأترجمها بطريقة التمثيل عن طريق الإشارة والقيمة المطلقة. إذن سأكتب كعنوان للدرس، لدينا تمثيل الأعداد السالبة، تمثيل الأعداد السالبة، وهذه الطريقة سأكتب فقط الكلمة المحورية magnitude، والطريقة كاملة تسمى signed magnitude representation. كما قلت في الدرس السابق، لتمثيل عدد سالب نحتاج لثلاث معطيات. المعطى الأول، أو عموما لتمثيل أي عدد نحتاج لثلاث معطيات. المعطى الأول هو النوع، بما أننا الآن نتعامل مع عدد سالب فمعنى ذلك أننا نتعامل مع عدد بإشارة. المعطى الثاني هو الحجم، ولنأخذ هنا كمثال سنأخذ الحجم يساوي 8 بت ونأخذ عدد سالب ونرى كيف نحوله من النظام الثنائي العشري إلى النظام الثنائي. سنأخذ N تساوي 8 بت. إذا لدينا المعطيين الأولين، لدينا النوع عدد بإشارة، لدينا الحجم 8 بت. الطريقة هي الطريقة التي نتعامل معها في هذا الدرس، هي طريقة التمثيل بالإشارة والقيمة المطلقة signed magnitude representation. العدد الذي سنأخذه كمثال هو العدد ناقص 5، ناقص 5 في النظام العشري كم سيساوي في النظام الثنائي بهذه المعطيات. بما أنه لدي n يساوي 8 فيمكن أن أتصور تمثيل العدد ناقص 5 ب 8 بت على شكل جدول من 8 خانات أو من ثانية 8 بت. الخطوات المتبعة خطوتين فقط. أول شيء أحدد الـ MSB. الـ MSB رأينا كيفية تحديده في الدرس السابق، الوحدة الأكثر أهمية أو البت الأكثر أهمية نحدده انطلاقا من الحجم المعطى لنا. بما أنه لدي هنا N تساوي 8 فالـ MSB هو البت رقم 8 انطلاقا من اليمين لو بدأت العد من 1، أو البت رقم 7 لو بدأت العد من الصفر. إذن بما أني هنا مثلت الجدول من 8 خانات فواضح أن الـ MSB هو هذا البت، لو قمت بالعد فهو رقم 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن هنا لدينا هذا هو الـ MSB، هذا هو الـ MSB. MSB most significant bit، البت الأكثر أهمية. الـ MSB يأخذ قيمتين، أصلا دائما كل بت يأخذ قيمتين، الصفر أو واحد. لكن بالنسبة للـ MSB فيأخذ قيمتين على حسب إشارة العدد. إذن سأكتب هنا، إذن MSB يأخذ قيمتين كما قلت، يأخذ القيمة الصفر إذا كان العدد موجب، إذا الصفر هي مقابل لإشارة الزائد، ويأخذ القيمة واحد إذا كان العدد سالب. في حالتي هنا لدي ناقص 5 عدد سالب، إذا الـ MSB سيأخذ واحد، إذا هنا لدي واحد. إذا هذه الخطوة الأولى، أحدد الـ MSB وانطلاقا من أقوم بملئه بالصفر أو الواحد على حسب إشارة العدد. الخطوة الثانية هي أني أقوم بتمثيل بقية البيتات بالقيمة المطلقة للعدد. بالنسبة للعدد ناقص 5 فقيمته المطلقة هي 5، العدد مقابل الموجب، وتمثيل 5 في النظام الثنائي نمثله كما رأينا في الدروس السابقة عن طريق القسمة المتوالية على 2 فنحصل على 1 0 1 في النظام الثنائي. إذن فأقوم بكتابة هذا العدد على يمين الخانات المتبقية أو البيتات المتبقية 1 0 1، والبقية أقوم بملئها
الأصفر، فتكون النتيجة النهائية هي أن تمثيل العدد ناقص 5 في النظام الثنائي بحجم 8 بت بطريقة Signed Magnitude Representation هو 1 0 0 0 0 1 0 1. لهذا قلت أني فضلت ترجمة الطريقة عن طريق بالإشارة، طريقة التمثيل عن طريق الإشارة والقيمة المطلقة، لأني كل ما قمت به هو أني أخذت الإشارة وقمت بترجمتها في الـ MSP، وأخذت القيمة المطلقة وقمت بترجمتها أو بتمثيلها في الخانة المتبقية. إذن Sign Magnitude Representation خطوتين، تمثل الإشارة وتمثل القيمة المطلقة. في الاتجاه المعاكس، لو أعطي لك عدد، ولنأخذ مثلا أنه أعطي لي هذا العدد 1 0 0 0 0 1 0 1، أعطي لي هذا العدد ويجب أن تعطى لي المعطيات الأخرى، يعطى لي الحجم ويعطى لي الطريقة أو تعطى لي الطريقة. نبقى مع نفس المثال، الحجم n تساوي 8 والطريقة الطريقة التي نستخدم حاليا Signed Magnitude Representation. فمعنى ذلك أني أول شيء أقوم به ولاحظ الـ MSP، هل هو محجوز، محجوز يعني يساوي 1، أو غير محجوز يساوي 0. في حالتي هنا لدي الـ MSP محجوز، أي أني مباشرة أكتب أن هذا العدد سالب، لأن الـ MSP يساوي 1، ف1 معنى ذلك أن العدد سالب، وأقوم تحويل البيتات المتبقية للنظام العشري. هي 0 0 0 0 1 0 1، لو قمت بتمثيلها أو تحويلها للنظام العشري بالطريقة التي رأينا في الدروس السابقة، فسأجد أنها تساوي 5، 1 زائد 4 تساوي 5 في النظام العشري. إذن في كلا الاتجاهين نقوم بخطوتين فقط، نمثل الـ MSP أو نقرأ الـ MSP، ومن بعد نمثل القيمة المطلقة أو نحول القيمة المطلقة على حسب هل ننتقل من النظام العشري للنظام الثنائي أو من النظام الثنائي للنظام العشري. سنأخذ نفس المثال لكن نغير الحجم ليتضح لنا أن الحجم جد مهم. إذن الحجم هنا سأخذ الآن n تساوي 4 بنفس العدد، العدد ناقص 5، n تساوي 4 بت. معنى ذلك أنه يمكن أن أتخيل تمثيل العدد على هذا الشكل بأربعة بت. أول خطوة كما قلت نقوم بها، نكتب أولا هنا العدد ناقص 5 في النظام العشري يساوي. إذن أول خطوة أقوم بها هو تحديد الـ MSP، بما أن n تساوي 4، فمعنى ذلك أن البت رقم 4 لو بدأت العدد من 1 هو الـ MSP، أي هذا البت. إذن هذا هو الـ MSP، بما أن العدد سالب فهو يأخذ القيمة 1. والخطوة الثانية هي أني أمثل القيمة المطلقة للعدد ناقص 5 في بقية البيتات. القيمة المطلقة هي 1 0 1، أمثلها هنا على شكل 1 0 1، فيكون هذا هو تمثيل العدد ناقص 5 بأربعة بت بطريقة Signed Magnitude Representation في النظام الثنائي. ولو أعطي لهذا العدد مع هذه المعطيات n تساوي 4 والطريقة هي Signed Magnitude Representation، فيمكنني أن أصل لناقص 5 بسهولة. ولاحظ الـ MSP محجوز يساوي 1، إذن العدد سالب. وألاحظ البيتات المتبقية 1 0 1 هي القيمة المطلقة، أقوم بتحويلها للنظام العشري فأجد أنها تساوي 5 فأحصل على العدد. لو لاحظنا يمكن تطبيق نفس الطريقة على الأعداد الموجبة، فالعدد 5 أريد أن أمثله في النظام الثنائي بهذه الطريقة، أكتبه على شكل لدي n، مثلا أخذ n تساوي 8، فمعنى ذلك MSP هو هنا، بما أنه عدد موجب فمعنى ذلك هنا لدي 0، هذا العدد 5 في النظام العشري، فمعنى ذلك أن لدي هنا MSP يساوي 0، والبقية أمثلها بالقيمة المطلقة للعدد 5 هي نفسها كما رأينا في المثال الأول. وهنا 5 فنفس الشيء، لو كان n تساوي 4 بما أن العدد موجب فالMSP يساوي 0 والقيمة المطلقة هي نفسها. إذن ألاحظ أن الفرق بين العدد الموجب
5 ومقابله السالب ناقص 5 يكمن في الـ MSB فقط، أما بقية البيتات فهي متشابهة مهما كان الحجم. هذه الطريقة طريقة التمثيل بالقيمة المطلقة والإشارة، معتمدة في مجال ضيق لتمثيل الأعداد بطريقة خاصة لم نتعرف عليها بعد، ربما نتعرف عليها في أحد الدروس، وسبب عدم اعتمادها كطريقة أساسية لتمثيل الأعداد السالبة وأنه بها مشكلتين. سأعطيكم فقط الفكرة، فكرة حول هاتين المشكلتين. المشكلة الأولى هي تمثيل العدد صفر. لو أخذت العدد صفر، نأخذ n تساوي مثلا 8، يمكنكم القيام بهذه العمليات بأنفسكم، وفي الدرس المقبل سأعطيكم الحل أو لنقول المشاكل بالتدقيق يعني بتفصيل. إذن لنأخذ الصفر، لو قلنا أن الصفر عدد موجب، إذن هنا لدينا زائد، فهذا في نظام العشري، فكيف سيكون تمثيله في النظام الثنائي؟ ولو قلنا أن الصفر عدد سالب، فكيف سيكون تمثيله في النظام الثنائي؟ باستخدام هذه الطريقة يمكنكم استخدام n يساوي 8 أو أي عدد آخر. إذن هذه هي المشكلة الأولى، تمثيل العدد صفر، هل ستحصلون على نفس النتيجة أم لا؟ المشكلة الثانية هي في الجمع، يمكنكم أن تقوموا بتحويل العدد ناقص 1 في النظام العشري كم سيساوي في النظام الثنائي، والعدد ناقص أو العدد 2 في النظام العشري كم سيساوي في النظام الثنائي باستخدام هذه الطريقة، ومن بعد تقوم بعملية الجمع ناقص 1 زائد 2 وتحصل عموما هي 1 في النظام العشري، لكن قم بجمع الأعداد التي تحصل عليها هنا في النظام الثنائي، إذن هنا في النظام الثنائي، هنا في النظام الثنائي، وستحصل على العدد وقم بتحويله بنفس الطريقة إلى النظام العشري، ولاحظ هل ستحصل على 1 هنا أيضا أم لا. كما قلت في دروس سابقة توجد تمارين تطبيقية في المجمع، ستجدون روابط الدروس أسفل الفيديو، يمكنكم متابعتها ومحاولة حلها وملاحظة أو مقارنة النتائج التي تصلونها مع النتائج التي أضع كحلول. إذن نلتقي إن شاء الله في درس مقبل، إلى اللقاء.